لو انت في بريطانيا وعايز تدخل الحمام، ايه الكلمة اللي بالانجلش اللي هتستخدمها؟ ولو كنت في امريكا هتقول لهم ايه برضه؟ هاي ماي دير، معاكم وسام الحكيم من قناتكم كويك انجلش نوتس. يا رب تكونوا بصحة وفي احسن حال. تعالوا بينا نتعرف على بعض الكلمات بالامريكان اكسنت اند بريتش اكسنت. هبدأ بالبريتش اكسنت. لما اجي اقول حمام بالبريتش اكسنت هقول تايلت، واقدر استخدم كلمة باثروم، تايلت باثروم. وفي كلمة تانية عامية بيستخدموها هناك اللي بنسميها سلانج لانجوج اللي هي لو لو. ولما اجي اقول حمام بالامريكان اكسنت هقول باثروم باثروم اور ريستروم ريستروم. ومكان التسوق بالبريتش اكسنت اسمه سوبر ماركت سوبر ماركت اور ذا شوبس سوبر ماركت او the shops. بالامريكان اكسنت مكان التسوق اسمه grocery store grocery store grocery store. وفي بعض الاكسنتس هناك في امريكا بتقول grocery store grocery store. اللي احنا هنا بنسميه سوبر ماركت او محل البقاله او البقال. البنطلون بالبريتش اكسنت اسمه trousers trousers trousers. بالامريكان اكسنت pants pants pants. بكده نكون خلصنا حلقتنا. يا رب اكون قدرت افيدكم والاستفاد من الفيديو. ما تنساش لايك شير كومنت اند سبسكرايب تو ماي شانل. Don't forget my pages on Facebook, Twitter, Instagram and TikTok. Thank you for watching and bye bye.